كشف شيخ عبد الله بن علي الثاني في تسجيل صوتي منسوب إليه أن الضغوط التي تمارس ضده في الإمارات جعلته يتخذ قرارا بالانتحار. وقال شيخ عبد الله إن الأزمة القائمة هي بسبب رغبة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الحصول على ثروة قطر، داعيا القطريين إلى المحافظة على السلطة في بلادهم وعدم تخريبها. الرحمن الرحيم. أنا عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني، تاريخ 15/1. قررت أنهي مسيرتي في الحياة لأني اصطدمت بعائق شديد، وأن الشيخ محمد بن زايد ليس له دخل في هذا الموضوع من ناحية قتلي، لكن من ناحية الضغط وحجزي وعدم جعلي أرجع إلى بلادي أنا وبناتي الثنتين، فقررت التضحية بنفسي في هذا المجال لكي لا ألحق أي أذى بالآخرين، ولا أستطيع أن أرى أي أذى يلحق في شخص أحبه علشان مجرد شخص آخر يمتلك القوة. القوة لله سبحانه وتعالى. أما بخصوص الأزمة، فالأزمة هذه قائمة على مصالح ورغبة الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في الحصول على ثروة قطر. أوصي إخواني القطريين، تمسكوا بالسلطة التي معكم، وأحذروا أن يأتوكم ويدفعوا لكم الأموال لكي تخربوا بلادكم.